عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أصلي خلف إمام وأنا أعرف أنه يكتب التمائم والتولة ويقوم بأعمال السحر إلى غير ذلك؟ لقد أجبنا قديما عن حكم الصلاة خلف صاحب البدعة المكفرة، ولا شك أن السحر وإتيانه وفعله وعمله هو يدخل في هذا الباب ويدخل في الشرك والعياذ بالله، فلا تجوز الصلاة خلف هذا، لا تجوز الصلاة خلف هذا، وينبغي التحذير منه ورفع أمره إلى ولي الأمر لمنعه من فعل ذلك، والله أعلم.